السلام عليكم ورحمة الله، مهندس أحمد فتح الله. والكهرباء سهلة وبسيطة. تعالوا واحنا موجودين في محطة كده نتفرج على لوحة جهد متوسط 11 كيلو. عندنا نوعين هنا هوريهم لكم ونشوفوا الفرق بين الاتنين ونظامهم ازاي. أول لوحة، اللوحة اللي قدامنا دي اللي هي اللوحة دي يونيجير، دي لوحة اي بي بي اسمها يونيجير، من افضل ما انتجت شركه اي بي بي صراحه، رغم ان في حاجات هبله كده كانت المفروض شركه اي بي بي تاخد منها زي الامترات ديت، بتبوظ مع الوقت شويه، عايزه نوع يكون محترم شويه، لكن غير كده تحس ان المفاتيح مفاتيح محترمه، الخليه متقسمه كويس قوي. خليه الجهد هنا المتوسط متقسمه 3 اقسام، القسم اللي فوق ده بتاع اللو فولتج، وده اللي داخل فيه الدي سي والاي سي اللي ايه 380، وهنا اللوحه دي 110 دي سي، ده بقى اللي ايه المفاتيح بتاعتها اللي بتغذي، والريليهات اللي بتغذي جهاز الوقايه ووضع المفاتيح والتحكم والحاجات دي، ده البارتمنت اللي فوق. في الجزء اللي في النص ده، ده اللي بيبقى فيه السيركت بريكر، وهوريكم السيركت بريكر بتاعه عامل ازاي. لو بصيت كده من جوه ممكن تبان ده سيركت بريكر اهوت راكب جوه. والجزء اللي تحت خالص ده فيه محولات التيار وفيه دخول الكابلات، يبقى دخول الكابلات محولات تيار تحت من هنا من فوق منفصلين تماما، وفيهم سكينة الارضي، وفوق هنا المفتاح سيركت بريكر، وهنا اللوحة بتاعت الجهد المنخفض. هنا لو بصيت على اللوحة من بره هتلاقي فيها الامترات، 3 امترات دول زي ما قلت لكم، ده يعني فيها مشكلة شوية مع الوقت بيبان فيها اعطال. الامترات في ذا ار في ذا اس في ذا تي، ومن الحاجات المهمة قوي ان الراجل اثناء ما بيمر ان هو يتأكد ان ال3 امترات اريين. طيب ديت الامترات قرأت للحمل اللي موجود. طب ايه تاني؟ في عندنا هنا اللمبات دي، في بوش بوتون ده بيقول لي ان انت لو عايز تعمل اون للمفتاح، ده لو عايز تعمل اوف، ده ريست لو في اشارات نازله عايز تشيلها. اللمبات اللي فوق منه دي ده انا بعمل اون، يبقى لمبه الاشاره بتاعت الاون تكون منوره. بعمل اوف يبقى لمبه الاشاره بتاعت الاوف منوره. هنا فولت يعني في مشكله عندي في الدايره بتاعت المفتاح، فهتعلم معايا مش هتزيل الا لما اعمل ريسيت. في هنا اللمبه دي بتقول لك السيركت بريكر على وضع تيست. السيركت بريكر اللي احنا مدخلينه ده ممكن ما بيخشش، ده كده داخل في اخره. في وضع ليه اللي هو في اول ورا الباب ده على طول، بيبقى على اول الدخله كده، ده وضع تيست، فهو يقول لك ان سيركت بريكر على تيست. هنا بقى سيركت بريكر سيرفيس، طب دي تفيدني في ايه؟ يعني ده كده ان المفتاح جاهز، يعني انت كان المفتاح بره وجاي تدخله مش هيقبل معاك فصل وتوصيل الا لما اللمبه دي تنور، فحضرتك بتجهز المفتاح لحد اخره وبعدين تبص على اللمبه دي، اللمبه نورت يبقى انت كده تمام، وبتبدا ايه توصل يقبل معاك، لو اللمبه دي ما نورتش مش هينفع. تمام. عندنا ايه تاني؟ هنا ده اللود شيدنج. اللود شيدنج ده اللي هو طرح الحمل على الفريكوانسي، وده المفتاح ده بنظبط احنا على انهي مرحله، يعني كل خليه تتحط على المرحله حسب التحكم ما يقول لنا. فهنا ده محطوط على ستيج 3، يعني على المرحلة الثالثة يشتغل لود شيدنج. حاجة تانية هنا بقى، في عندنا ده اللي ناس كتير أو ما تعرفش فايدته ايه، مبين الجهد ده في لمبات منورة على ال3 فيزات اهي، مش عارف يبان معايا في التصوير ولا لا، بس في بتعمل فلاش هي كده، 3 لمبات منورين هم، معناهم ايه دول؟ ده جايبين قراياتهم منين او حاطين ده ليه؟ ده بيقول لك ان نهايه الكابل لو هو منور يبقى نهايه الكابل عليها جهد،
لو هو مطفي زي الوضع ده يبقى نهايه الكابل ما عليهاش جهد. احنا عايزين نتاكد بقى على جهد ولا ما عليهاش، فبنعمل كده ونتاكد شوفوا هينور ولا هيطفي. منور يبقى نهايه الكابل عليها جهد. طب تفيدني ايه كراجل بتاع تشغيل بشتغل فصل وتوصيل على المفتاح؟ اول حاجه لو المفتاح ده كان بره بره الخدمه وجيت انا ايه وصلته، عايز اتاكد ان المفتاح وصل الثلاث فيزات بتوعه. لو الثلاثه دول نوروا يبقى المفتاح وصل فعلا والثلاث فيزات موصلين، ما فيش فيزه معلقه، ما فيش حاجه حصلت بتاع، يبقى الثلاث فيزات موصلين. طب حاجه ثانيه، جيت انا عايز فصلت وعايز احط سكينه الارضي على راس الكابل، طب اعمل ايه؟ قبل ما احط توصل سكينه الارضي، لان انا خلاص طلعت عربيتي وفتحت الباب اللي فوق وما عادش فيه انترلوك ان انا اوصل سكينه الارضي عادي، ايه اللي يحكم بقى الموضوع؟ قبل ما توصل سكينه الارضي بص هنا اتاكد ان انت ايه مفيش جهد. لو في جهد الله، طب هو هيجيني جهد منين؟ ممكن يجي لي جهد من راجع من موزع بره، يبقى الكابل بتاعي عليه جهد وانا اوصل عليه سكينه ارضي تعمل مشكله. فهنا ده بيقول لي كده اوعى توصل سكينه الارضي الا لما تبص هنا وتتاكد ان مفيش ايه جهد وان اللمبات دي طافيه. خلاص يا اخوانا ده مهم جدا للراجل بتاع التشغيل. ديت دي سي لوس، لو الدي سي اللي موجود في الخليه راح الرايه دي هتنزل. ده جهاز مالتي فانكشن ركبناه مكان دول، لما دول باظوا فركبنا احنا اضفنا ده بيقيس الايه الجهد والتيار والحمل وكل حاجه المالتي فانكشن ده. ده الجهاز بتاع الاوفر كارنت والايرث فولت اللي موجود على كل خليه، بيظبط عليها الاوفر كارنت ويظبط عليها الايرث فولت. وانت بتمر اتاكد ان اللمبه الخضراء دي منوره. هو الجهاز ده ريف 615، اللمبه الريدي دي تكون منوره، معنى كده ان الدي سي واصل. طيب خرج، لازم تتاكد عشان تعرف ان ممكن يكون خرج بايه؟ بلود شيدنج، فصل مفتاح، ممكن ما يكونش اوفر كارنت. طب انت تقدر تميز بينهم ازاي؟ لازم تبص على التريب دي، لو لمبه التريب دي نورت يبقى معنى كده ان هو خرج يا اما باوفر كارنت يا اما بايرث فولت. طب اعرف ازاي ان هو اوفر كارنت او ايرث فولت؟ شايفين القايمه دي؟ في هنا اللمبات بتاعتها هتنور. ممكن ما تديش تريب وينزل علامه بس بدء اشتغال، فده معنى كده ان نزل علامه لكن ما فصلش. عشان تتاكد انه فصل لازم لمبه التريب تكون نورت والاوفر كارنت او الارث هنا تكون منوره او الاثنين يكونوا منورين مع بعض. فانت من خلال الاول بتاكد ان التريب نورت وبعد كده تشوف ده هو خرج بايه، ارث او بارضيه او ايه او اوفر كارنت. دي الخليه عموما، طبعا القطاع كله بيبقى فيه خلايا خروج، خليه مص القضبان في الاخر، خليه مص القضبان من الناحيه الثانيه. عايز اوريكم حاجه بس كده نبص عليها. هنا دي الخلايا الخروج ورا بعضها، كل دي خلايا خروج، دي خليه الانكمر، الانكمر هنا المحول رقم 4، دي بيبقى داخل فيها كابلات المحول اللي مغذيه القطاع كله. طيب ديت انكمر، ايه اللي جنبهم دول بقى؟ في موصل قضبان وفي موصل قضبان. احنا زمان كنا لما نيجي نعمل صيانه على القطاع ده وفي مفتاح واحد بين القطاعين، فما كناش نقدر نشتغل عليه الا لما نفصل القطاعين. لكن دلوقتي بالمفتاحين دولت ممكن نعمل صيانه على القطاع ده. ازاي؟ ان انا اكون فاصل المفتاحين دول، فكده المفتاح ده مش هيبقى لا على اطرافه اللي فوق ولا على اطرافه اللي تحت كهرباء. فباخد القطاع اشتغل عليه قطاع واحد بس، وبعد كده لما ارجع ده افصل ده واشتغل عليه، يبقى فايده ان في مفتاحين جنب بعض ادتني فرصه المناوره ان انا اشتغل على قطاع واسيب القطاع الثاني في الخدمه. لكن لو كابلر واحد بين قطاعين يبقى لازم افصل القطاعين، حته مهمه برضو.
خلي بالكم انتوا بتشتغلوا هنا، الناس لو في صيانه ولا حاجه تبقى مامنه قوي خليه الكابلر دي محدش يخشها، تكون مقفوله ومتحزمه بسور ومصور عليها كويس. يعني بيسموا خلايا الكابلرات دي بيسموها مصياده موت، ربنا يحميكم جميعا. يعني في هنا بقى ايه، ده شكل المفتاح، ده شكل السيركت بريكر اللي هو جوه في الخليه. السيركت بريكر ده حاجه صغيره اوزي كده بس جميل، يعني بيتحط على ال التريلي ده، بيجي قصد الفتحه يظبط عليها، يدخل الطرفين دول البنزين دول في المكان بتاعهم، ويبدا بالمنافله يدخل المفتاح. المفتاح هنا له موفينج بول فيكسد بول، والنقطه بتاعت الكونتاكت بتبقى هنا. المفتاح ده فاكيوم، فاكيوم كبسوله فاكيوم. النقط ديت هي دي النقط اللي بتخش في الفلاور بوكس، لو لاحظت كده دي النقط بتاعت الايه الفلور بوكس، دي اللي بتلمس جوه، وديت النقط كمان اللي احنا لما نيجي نقيس الكونتاكت ريزيستنس بنقيس من عليها. ساعات الناس بتوعنا بتوع الاختبارات زي ما وريتكم مره في مره قبل كده بيشيل دي خالص ويقيس على الايه على الوصله نفسها عشان يتاكد ان هو بيقيس صح. بس ديت نقطه الكونتاكت في المكان ده، وده مفتاح فاكيوم بيخش هنا الاول على وضع تيست، وبعد كده يخش على ان سيرفيس. اول دي اول ما تحطه على وضع تيست لازم توصل دي البلاجه ديت، هي اللي بتنقل كل الايه الجهود اللي انت عايزها، جهد تشغيل الموتور عشان شحن السوسته، موبينه الفصل، موبينه التوصيل، كل ده بيبقى من عندنا من النقط ديت. فديت لازم تكون متوصله كويس، ما يكونش فيها مسامير متنيه، ما يكونش فيها حاجه. فدي من ضمن الحاجات المهمه. دي البيانات بتاعه المفتاح، لو لاحظتوا هتلاقوا المفتاح هنا مش حاجه كبيره قوي، مش تخين يعني. فده اعتقد ان ده 1250 امبير الريتد بتاعه. هتشوفوا هنا هتلاقي كل البيانات بتاعته، هنا الفولتج بتاعه، بس الحاجات مكتوبه حفر مش باينه قوي. ده مفتاح 1250، انا كلمتكم قبل كده في فيديو تاني عن بيانات المفتاح كامله، بس هو ده مفتاح من ضمن المفاتيح. في لوحه تانيه اللي هي الكترو جورج بقى، ده نوع تاني من السيركت بريكر، اقل شويه من اي بي بي. ده اللي هو الكترو جورج. هنا بقى المفتاح بيتحرك على الارض، يعني احنا بنطلع بنفتح الباب ده وبنسحب العربيه نطلعها مش على ترولي زي كده، وبدل نبدا نرجع نفس الكلام موجود، هو نفس الحاجات هي هي. هنا بقى عامل لك لمبه البيان اللي هي موجوده على جهد نهايه الكابل، بس مش عامل لها مفتاح بوش بوتون عشان يفصل النور عليها ويوصل. فهو لو عليه جهد هتلاقيه منور على طول، لو معلاش جهد هتلاقيها طافيه. طبعا لو في بوش بوتون جنبها بيحافظ عليها، مع الوقت بنلاقيها جنبنا موجوده على طول. ده دول قطاعين الكترو جورج، دول القطاعين بتوعنا برضو فاكيوم. يعني انا اعتقد ان الفاكيوم افضل حاجه في اللوحات الجهد المتوسط، لان لما بنيجي نقيس الكونتاكت ريزيستنس بتاعتها لقينا ان الفاكيوم الكونتاكت ريزيستنس بتاعته كويسه جدا مع فتره طويله جدا مع تعرضه لشورت سيركت كتير، لكن الاس اف 6 الكونتاكت ريزيستنس بتاعته بتتغير وبيضطر نعمل له صيانات وحاجات زي كده. ديت اللي ايه فكره كده عن لوحه لقيتها قدامي قلت ايه افرجكم عليها. نتقابل في حاجه تانيه ان شاء الله.